إذا الأمور انحصرت في فرد واحد والآخرون لهم اجتهادات أخرى يختلفون معه، الآخرون قد تتناقض مصالحهم معه، اثنين الآخرون قد تتناقض أذواقهم معه، أسباب الخلاف الرئيسية هي هاي الثلاثة. الاجتهادات تختلف، واحد قد لا تختلف الاجتهادات، المصالح تتضارب، قد الاجتهادات والمصالح متطابقة، الأذواق تختلف ويلحق بها العادات والتقاليد. الشورى تحل هاي القضية بالأكثرية، فيوم لك ويوم عليك. إذا الإنسان رضي بالتداول السلمي للسلطة فالكل في سعادة، أما إذا لم يرضى بذلك الكل في شقاء. أحد الخبراء كانت له التفاتة لطيفة يقيس بلادنا اللي تعمل بالاستبداد وبلادهم اللي نسبيا فيها نوع من الديمقراطية واللون وإن كانت مشوهة وعرجاء. يقول الغريب في بلادنا تشوف إما هو رئيس الجمهورية أو باكر يسجنوا أو يقتلوا. أنا أشوف في مصر هو رئيس الجمهورية وبالسجن وحكم الإعدام يمكن ينفذ عليه، والرئيس الجديد بنفس الشيء. أما في بلادهم رئيس الجمهورية باشر عندما تنتهي رئاسته هو معزز مكرم في منطقهم، يعني شخصية محترمة له أدوار في المجتمع كثيرة، اقتصادية سياسية اجتماعية. شنو الفارق؟ في بلادنا إما رئيس الجمهورية أو في السجن أو يقتل أو يسحل في الشارع أو غير ذلك، كما تعرفون في كل بلادنا هكذا. الفارق هذا، هم فهموا بعض منطق القرآن. الشورى تمتص النقمات، نقعد نتداول نتباحث نناقش، فأحيانا أنت تقتنع برأيي وأحيانا أنا أقتنع برأيك، فكثير من الفواصل والحدود والخلافات تحل في المرحلة الأولى، فإن لم تحل نحتكم للأكثرية، وهو منطق قرآني كما أن القرعة منطق قرآني، فساهم الله مخلي حلول للاختلافات. خالق الكون أعرف بالبشر وبما يصلحهم فساهم، فكان من المدحضين القرعة لكل أمر مشكل. ومواردها طبعا تحتاج إلى أنه الفقهاء يعني يكون الشهرة عليها، ولا ما تمشي في كل مكان في بحث له تفصيل. الشورى أيضا مبدأ قرآني لحل الخلافات، آمرهم شورى بينهم. إذن هذه آلية من آليات الحفاظ على الأمة الواحدة. فإذا كانت تجمعاتنا، حسينياتنا، مساجدنا، حوزاتنا العلمية، جامعاتنا وصولا إلى حكومتنا ووصولا إلى الجسد الواسع للأمة الإسلامية، إذا كانت تعمل بالشورى الأمة كانت تبقى متماسكة. بس ماكو شورى، طبيعة اللا شورى التجزؤ. تشوفون التجزؤ في بلادنا، هذا الخريف العربي شنو سببه اللي أسموه كذبا وزورا الربيع العربي، الخريف العربي فلسفة تفتيت العالم الإسلامي كله وليس العربي، وقد أعناهم على أنفسنا. مع الأسف الآية الشريفة تقول، الآية تقول لكن مع الأسف انطبقت علينا، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. شنو صار؟ بالعكس صار نخرب بيوتنا بأيديهم وأيدينا هكذا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، خليكم اسمه مسلم، خليكم اسمه الشيعي، إذا أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طبيعي إحنا قاعد نخرب بيوتنا، تفتيت شغلهم تخطيطهم، بس أنا قاعد أعين على نفسي، أنا من إنسان مستبد، نحن مستبدون. عندما أنت تستبد ذاكم يستبد، فإما أنت تقتله أو هو يقتلك، هاي المعادلة. وهكذا تجري الحالة وتسري في كل الفروع والجداول، يعني في المحيط العظيم أكو خلافات، ثم تجي للبحار خلافات، ثم تجي للأنهر خلافات، ثم تجي للروافد والجداول خلافات. على مستوى الأمة خلافات، خلافات بدون حل منطقي قرآني لها، ولا الخلاف طبيعة الإنسان يختلف مع غيره، لكن له حدود وأطر وآليات للتعامل مع الخلافات. فالأمة عندما ما تعرف كيف تتعامل مع الخلافات إلا بالإلغاء، بالإقصاء والإلغاء والتهميش والتحطيم. عندما التجمع يصغر أيضا نفس الشيء، في الاتحاد، في النقابة، في التيار، في الحزب أو العشيرة أو غير ذلك، الحال هو الحال.